صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا قتل الخراصون، هل الأصل الدعاء للكفار بالهداية أم الدعاء عليهم بالهلاك، وأيهما أفضل؟ هؤلاء الدعاء لهم بالهداية لمن يرجى هدايته، أما الإنسان الذي لا ترجى هدايته فهذا يدعى عليه بالهلاك، مثل ما فعل نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لما قال الله له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، عند ذلك دعا عليه. فإذا كان الكافر يرجى هدايته يدعى له بالهداية، أما إذا كان متمردا عاتيا مؤذيا فيدعى عليه بالهلاك.